الأيد العاملة إن شاء الله. من؟ ولأن إحنا علومنا غانمة. أكيد. مالك سود. بس يا ولد والله أنها مشكلة. دقيقتين دي ما ادري ايش تسوي فيها اذا مثلا انت منشد. المشكلة خمسة. ليش؟ انت منشد. لا تدخل علي بنشاد، ادخل علي شيء ثاني. يا ولما. طيب ايش؟ انا داخل منشد. ايه. الريالتين انا قمت به طيب في الاسبوع ذا كله. ايه كله الريالتين. هو قال لا تجيب انشاد. بدخل عليه بطريقة ثانية وانا اغني. يا نسيم الليل. اسمع تعال. لا لا لا. يا خمسة. دقيقتين والله ما تسوي شيء. دقيقة تسوي شيء، خلاني دقيقة صادق والله يمديك دقيقة واحدة تسوي شيء. تسعة طويلة. شف تبي تدخل معي؟ جب ما أعطاك الله من قوة. هذا شرب عزك. هذا بينك في الدقيقتين أعرفه. وش بتسوي؟ والله العظيم ما خشت مخي كلنا. ولا أسماء كلها تطلع قوية. ولا الظاهر منها. لا الظلم تدري وين؟ 70% تصويت. ليش؟ رأيي الشخصي أنا أشوف الدقيقتين ما لها داعي. مين قصد دقيقتين يا وليد؟ 70% تصويت ليش؟ قسمه 50-50. طيب ما علينا في سياستهم، أنا علي إيش؟ إنه يقول الدقيقتين لما سألناه قال إيش؟ قال الناس اللي ما أظهرت نفسها تحاول تثبت نفسها في دقيقتين. طيب شخص ما أظهر نفسه في أسبوع كامل، كيف بيظهر نفسه في دقيقتين؟ يمكن هذا شفيع له الدقيقتين هذه. أوكي بس أنت أوكي بعد الدقيقتين بيجي أسبوع كامل ما بيسوي شيء، إيش الفائدة؟ كأنك يا أبو زيد ما غزيت. هو يقول لك اسمع، هو يقول لك في 24 انت ممكن تقلب الطاوله طلع. يا رجال الله يسمعنا خير، والله العظيم ما ندري ايش الخير فيه. صادق طلوع وقوف جلوس، قد استخرنا كلنا قبل ما نجي. اللي يطلع ودعنا الله واللي يبقى ندعي. يا عليكم وفقنا وفق خيانا جميعا 26 عشان ما يقولون في تحزبات. يلا اشو بطرد السعود الحين. اشو اسمع عشان مشر علينا ثلاثة تركه رحنا بقى ما يصير هذا. يجيك سعود يقول وصاخه ودنيا حوسه يقول اشو ايش اسمه ما هذا ما اشر علينا ثلاثة احنا تحز. قسما بالله والله العظيم مي حاله. ما توكل على الله. والله مي حاله. توكل على الله وان شاء الله باذن الله. لا مي قصد كذا ما هي حاله. ها ادري اني بطلع انا مع الخمسه. لا ان شاء الله ما تطالع. ابتسامتك لحالها رساله. تبيني سباك؟ تبيني طباخ؟ قلت تبيني سباك؟ دقيقتين ايش اسوي؟ سباك هذه كلها خذيتها. جابوا لك كنبه المره هذه. ابدخل عليه. لا دقيقه اصبر. بكره ادخل هذا شفت الصاج؟ ايه سوها. لا دقيقتين عطهم جيب عسل الدنيا لا ترك الدوسري والله ادخل بكذبه. بقول جيتكم وعملت حسابي بالتصفيات ما حد عمل حسابي. بقول والله تركي ناس يا الكاريزماوي، والله تركي ناس يا الكاريزماوي، اغلى من الناس يا الكاريزماوي. قولوا يا كرام كرام ردد الكلام، قولوا يا كرام ردد. ما تقول اذا عباس معه والله حبه في قلبي يا الكاريزما، والله حبه في قلبي يا الكاريزماوي، يا غامدي يا حبي.